أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك، وذلك لتسليط الضوء حول الزيادات الصاروخية الأخيرة في عدد من المواد الاستهلاكية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات. بداية الأستاذ عبد الرزاق، شهدت عدد من المواد الاستهلاكية زيادات صاروخية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، ما هو رأي الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك حول هذه الزيادات؟ بطبيعة الحال الزيادات هي زيادات ماشي يلاه تزاد لأول مرة، هذه مدة والزيادات كتزاد، بالخصوص المواد الأساسية مثل زيت المائدة اللي ارتفع والملتصق بأنه يتزاد ارتفع. الملاحظ هو انه تقلبات الاسعار الدوليه كتاثر بطبيعه الحال على المواد الاستهلاكيه اللي كتستورد فيها الدوله المواد الاساسيه من الخارج، ولكن هذا ما تيعنيش بان الزيادات تكون بشكل صاروخي ومستمر في غياب اي مراقبه لاجهزه المراقبه ديال الدوله، على اعتبار انه المجتمع المدني بخصوص جمعية حماية المستهلك أو الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك غير شريك في مراجعة وتدبير واتخاذ القرارات، لأن المستهلك في هذه الحالة هو مغيب، هو الحلقة الضعيفة رغم أنه هو الأساس للاستهلاك بالمغرب. معنى الزيادات ما تنعرفوهاش، علاش زادت وكيفاش زادت وهذه السومة واش هي كتماشى مع الزيادات على المستوى الدولي أو لا. هنا هذا هو المشكل اللي مطروح عندنا هنا، وكنسألوك في كجامعة كيف يمكن رد الاعتبار للمستهلك من خلال إعلامه بالزيادات المسبقة، وما هي التدابير التي يمكن أن تأخذها الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك بصفة عامة. هل يمكن الحديث الأستاذ عبد الرزاق حول تواطؤ أو اتفاق المحتكرين في السوق؟ هنا كنرجعو حنا كجامعة وطنية جمعية حماية المستهلك إلى ما يمكن القول عليه اللي هما قانونين، قانون المنافسة وتحرير الأسعار. فإذا كنا كنتكلموا عن المنافسة، فالمنافسة هي مغيبة بشكل تام، على اعتبار أنه مجموعة من الموردين هم الذين يحتكرون السوق ويحددون الأسعار. احنا دائما كنرجعوا بأن المستهلك في إطار التنظيم الجمعوي مغيب عن تحديد هذه الأسعار وشرح للمستهلك كيف يتم الزيادة ولماذا يتم الزيادة، رغم أن المواد الأساسية أو المواد المستوردة كيوقع ارتفاع وانخفاض في الأسعار، إلى أن الأثمنة ديال المنتوجات كتبقى دائما مستقرة ولا يتم مراجعتها، بل أنها تضاف أو تزاد كلما ازدادت المواد الأساسية أو المواد المستوردة في الخارج. وهذا ما كيؤدي بنا إلى الحديث في نفس الوقت عما يمكن نسمو عنه التهريب، أو المواد كما كنقولوا في فرنسا الكوتربون اللي كينشط وكيضرب الاقتصاد الوطني. إذا نحدوا بادي، أو بعض المواد اللي كتجي من بعض الدول المنافسة للمنتوج المغربي. هنا باش نقولوا بأنه كل ما تم تغييب الهياكل والتنظيمات المتعلقة بالمستهلك، كل ما فتح المجال لهذه المسائل ديال التهريب اللي كندوي عليها، وبطبيعة الحال كتضرب الاقتصاد والمواد كتبقى مرتفعة، وكيلجأ المستهلك إلى المواد المهربة أو المواد المستوردة بأقل جودة بأقل ثمن من دول أخرى. ما هو دور مجلس الحكومة ومجلس المنافسة في الحد من موجة الغلاء؟ ألو، هنا تنتكلموا على الحكومة كحكومة بصفة عامة، فإلا لاحظنا جميع على أن الانتخابات الأخيرة كانت في البرامج، احنا كنتكلموا على البرامج ما كنتكلموش على أشخاص ما كنتكلموش على أحزاب، كان البرامج ديال الأحزاب كلها مغيبة ما يمكن الحديث عنه عن القدرة الشرائية وعلى المستهلك بصفة عامة. ما كاينش شي برنامج برنامج ديال أي حزب معين تكلم على القدرة الشرائية وعلى المستهلك بصفة عامة. هذا ما يمكن له إلا ينعكس على القانون المالي الحالي اللي لاحظنا فيه على أنه ازدياد صاروخي بالنسبة للضرائب مما يضرب القدرة الشرائية للمستهلك. وهنا كنطلبوا وكنلتمسوا من الحكومة كحكومة أن تحاول تراجع المواقف ديالها، لأن جات باش تخدم البرنامج ديالها أو المشروع ديالها الحكومي لابد ما يتوافق مع البرامج اللي كانوا كيدوا عليها لإعادة الاعتبار للمواطن أولا وللمستهلك والتخفيف من الأزمات. بطبيعة الحال هناك مجموعة من المؤسسات اللي كانت كتساهم فيها الدولة اللي كانت كتخفف العبء على المستهلك في القدرة الشرائية ديالو، صندوق المقاصة أو ندعو على صناديق التكافل أو ندعو على مجموعة الحوايج اللي يمكن لها أن الدولة تدخل فيها. ما احنا كنلاحظوا حاليا أن الحكومة الحالية ما كتخسر في شيء،
وكنتمنوا انها ما كتخسرش شيء على السابقات ديالها، لان تقلات كاهل المستهلك بصفه عامه بمجموعه الضرائب الجديده اللي ما يمكن لها الا ضرب القدره الشرائيه، خصوصا وان القدره الشرائيه راه تدورات مع جائحة ديال الكورونا، ولازات الأثار ديالها حاليا لازات مستمرة. وإلى لاحظتوا معنا جميع بأنه غالبية هي عالمية، غالبية الناس اللي كان عندهم سكن ثانوي موازي السكن الرئيسي كلهم تبيعوا في هذا بأقل ثمن، بأقل ثمن. والناس حتى في الناس في الجالية بالخارج راه كتجي حاليا، نعطي على سبيل المثال في محمدية اللي حنا كنديروا انصور دو سونداج مع القدرة الشرائية، غالبيتهم اللي عندهم سوا ديزون فيلات راه كيبيعوا بأقل ثمن، لأنهم تاهما اضطروا ما بقاش عندهم داك التحويلات اللي كان كيديروا التشغيل بصفه عامه، لان ملي كندوي على التشغيل كندوي على التنميه كندوي على الاستهلاك، القدره الشرائيه ضربات، لان حتى مجال مثلا في الخارج كما في المغرب ما بقاش داك الانتاجيه ديال الشركات كتشغل بصفه دائمه، وكما تنقولوا اون بلان طون، عادوا الناس كيخدموا امي طون يعني نص ديال الوقت، هذا اللي الناس ضروا فيه كثير. وكنتمنوا من الحكومه الحاليه بطبيعه الحال من خلال الوعود اللي عطاو، خصوصا وزير معين اللي كيقول بون، نتمنوا انه هذه المساله اللي كان صرح بها واحد الوزير معين او هو حاليا يمكن في رئيس ديال البرلمان اللي كان كيقول انه يمكن غتزاد 2500 درهم لكل مواطن، نتمنوا تكون هذه المسائل، لان هي بدايه ديال المشوار ديال الحكومه الجديده، نتمنوا انها تكون على مستوى الوعود ديالها. أستاذ عبد الرزاق، حذرت تحذيرات أممية ودولية من ارتفاع تكاليف الشحن على المستوى العالمي وانعكاسها على الحركة الاستهلاكية في العالم، كيف يمكن للحكومة أن تفي بالوعود ديالها خلال البرنامج الحكومي وأجرأت وعودها؟ احنا ملي تنقول واحد المنتوج معين راه كيتقام مثلا، نقدروا نقولوا مثلا بالنسبة لي كاربيرون الغازويل ولا الاسونس، نقدروا نقولوا بانه الانتاج كانتاج كيبدا من 4 دراهم ونص في الاصل ديالو، حاليا كنشوفوا شحال وصلنا 10 دراهم فما فوق. هاد المسائل كما قلت يا استاذ طبيعه الحال، لانه ملي كندوي على منتوج كمنتوج باش كيوصل راه كيوصل بواحد التكلفه عاليه. فمثلا في المغرب راه المنتوج اللي كيتباع في الدار البيضاء مثلا الاستيراد كيوصل لمدينه المحمديه كيتباع مثلا بثمن اقل، ولكن ملي كنبداو نفوتوا على حساب الكيلومتراج كما قلتوا الاستاذ، ملي كيبدا الترونسبور كيدي هذاك الكاربيرون كيبدا يوصل للمناطق النائيه راه كيتزاد اكثر، رغم انه ملي كنوصلوا مثلا للمناطق الجنوبيه للصحراء الحبيبه كنلقاوها باقل ثمن، لانه كاين تدخل الدوله وكاين دعم الى غير ذلك. هذا مسائل اللي ما يمكن الا نتمنوها. اذا فالحكومه مفروض عليها انها كما قلنا قبيله انها تلتزم بالوعود ديالها وتحاول اجرات ما نصت عليها في برامج ديالها وفي التصريح الحكومي ديالها انها تواكب، لان قطب الراحه ديال الاقتصاد المغربي راه هو المستهلك. ما بغيناش حنا نمشيو لديك المفهوم اللي كي طبيعه الحال كل واحد يمكن له ياخذ التصور اللي بغى، اللي كيقول المقاطعه ولا كيقول غيرها. حنا في اطار ديال الجامعه حنا كنقولوا حريه الاختيار. علاش حريه الاختيار؟ لان قانون حمايه المستهلك يقول حريه الاختيار، اعطيونا تنافسيه حقيقيه، فتحوا المجال للموردين جدد ونشوفوا هاد التنافسيه كيفاش غتتم ونشوفوا كيف مع من غنتعاملوا. حاليا حنا محبوسين حتى في اطار مجلس المنافسه الان كيدير جلسات استماع للجامعه الوطنيه في مجموعه القطاعات، دار في التعليم، دار في التست ديال ديبيستاج ديال كورونا، لو 23 ان شاء الله غنكونوا في مجلس المنافسه باش غنتكلموا على التدبير المفوض في النقل العمومي. مجموعه الاجراءات كنعطيوها في جلسه الاستماع لمجلس المنافسه قطره قصد استغلالها ورفع توصيات من خلال الاستماع الى المجتمع المدني اللي هو جمعيه حمايه المستهلك او الجامعه الوطنيه لجمعيه حمايه المستهلك في ماروك، اللي رفع للحكومه للتداول فيها ودراستها واجراءاتها كذلك. شكرا جزيلا استاذ عبد الرزاق على كل هذه التوضيحات، شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا.